أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الحرص الدائم والسعي الدؤوب من قبل السلطة التشريعية على تفعيل الرؤى الملكية السامية لجلالة ملك البلاد المعظم. وشدد معالي على ما يميز العمل البرلماني بين مجلسي الشورى والنواب بروح الفريق الواحد والشراكة الدائمة والفاعلة بينهما. جاء ذلك خلال استقبال مع الرئيس مجلس النواب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث تمت مناقشة التعاون والتنسيق بين المجلسين خلال الفصل التشريعي السادس، كما تم استعراض خطط وبرامج العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشورى الاستعداد التام للعمل المشترك لتحقيق الإنجازات التشريعية بما يصب في خدمة الوطن والمواطنين.